مساكم الله بالخير. الحراره برا 44، اي هواء قاعد تعزفون؟ شنو اي هواء نسم علينا الهواء؟ ابو سعود باذيه الحين بسالفه الصيف اصلا. مشكورين مشكورين يا جماعه. ضيفي مميز بالنسبه لي، لان امانه ابو سعود كان يقدم برنامج عندي. اول شيء مساك الله بالخير، شلونك؟ مساك مثل الله يسلمك. مبارك ابو سعود، شو اسم برنامجك اللي كنت تقدمه عندي على الاذاعه؟ كنا نقدم اسم برنامجنا عزوتنا. عزوتنا اللي هو شنو؟ عزوتنا كنا انا اخوي طارق الدرباس الله يمسيه بالخير وشافي، كنا نقدم نماذج اجتماعيه ايجابيه او رياضيه في شتى المجالات، لكن ايجابيه تمثل الشباب وتمثل الجو الايجابي اللي احنا نمتاز فيه في الكويت. فكنا نقدمهم على الساحه الاذاعيه والساحه الاعلاميه ونستفيد من خبراتهم، نستفيد من تجاربهم، نوصل هذه التجارب ايضا للناس اللي مستمتعه او عندها الهوايه خلينا نقول على نفس المجال. فياخذون من خبراتهم على قولتهم، مثل ما يقولون ابدا من حيث انتهى الاخرون. بس حلو حلو الاسم عزوتنا، يعني كنا انا مو مختار الاسم وياهم، حلو الاسم عزوتنا. زين ابو سعود والله، لان عيالنا عزوتنا صح؟ اي لانك انت اخترت اول. لا 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 عزوتنا حلو انه يدل على ان احنا مترابطين ببعض، ترى احنا نكمل بعض. صحيح. وكل واحد يدعم الثاني ولو كانت منصه اذاعيه اعلاميه، لكن هذا دورها ان هي تقدم هذه النماذج. صحيح. وتبرز على الساحه. انا وايد مستانس اليوم بوجودك، لان يعني لما نقول ما يحك ظهيري الا ظفيري، مثل عزوتنا، عرفت شلون؟ ان احنا نربيهم وننشئهم. بس الحين بسولف معك على شيء مختلف، وبرجع على عيالنا على تربيتهم وشغلهم والنماذج اللي احنا قاعد نشوفها الحين حاليا، لان بعض الناس يحوشهم اضطراب المزاج انزين الموسمي بسبب اللي هو يسمونه اكتئاب الصيف. شنو هذا اكتئاب الصيف؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتئاب الصيف مو اكتئاب الصيف، هو اكتئاب موسمي يسمونه. هو عبارة عن حالة مزاجية تختلف عند الإنسان من إنسان إلى آخر، بحيث أنه تكون مربوطة بالمواسم، مربوطة بالأجواء، مربوطة بالفصول السنة. ففي ناس سبحان الله ومشاري أنه مرتبطة مزاجيتها السعيدة، خلينا نقول المزاج الرائي الرائق هذا العجيب، مربوط بالشتاء. لما يصير الشتاء يطق المطر تلاقيه يطلع ويستانس ويغير جو ويستمتع اصلا باجواء الصيف. اجواء الشتاء. اما في ناس مربوطه ايضا في الصيف، اللي مثل شبابنا مثلا يحبون البحر ويحبون الحداق والتان والامور، تلاقي ينطر الصيف نطره. فهذا النوع من الاكتئاب يسمى بمربوطه بالموسم او حاله الجو كمؤثر اساسي على حاله الانسان المزاجيه والنفسيه، فتخلي عنده داون، ينزل عنده المزاج، مثلا الناقل العصبي عنده في ذهنه يقل ما يفرز، فيصير عنده اكتئاب، يعني يقعد في البيت يعزل الناس، ما له خلق يسوي شيء. والله انا عبالي نبي البراد نقعد في البيت. بالضبط. والله العظيم ما ابي اطلع حار. احنا شوف الحين لما تطلع واحد من البيت، من باب البيت للسياره، خلي يثبت سيارته شويه بعيد. اللي عنده اكتئاب موسمي من اعراضه تلاقي بسرعه يشب، بسرعه يعصب، بسرعه يتنرفز. هذا انا. انزين خلي يبرد. هذا انا ترى انا، يعني انا فيني اكتئاب شو اسمه الموسمي. لا لا ان شاء الله بعيد الشر عنك، ولكن هو موجود فينا كلنا. موجود كلنا. كل من يعصب بالحراره كلنا، لان هي عباره عن استثاره طبيعيه. يعني متى الواحد يعصب؟ لما الواحد يعصب تلاقي جسمه يحتر، يعرق، حرارته ترتفع. صح. طيب احنا الجو الحار برا الحين مثل ما قلت 44، والنهار 66، وانت تضحك، يعني انت تطلع معصب من البيت. من شوي. فهذه كلها تخلي الواحد يبدي يكون مهيئ للعصبيه، مهيئ للنرفزه. لكن منو اللي عنده القدره على التحكم العاطفي؟ التحكم العاطفي هنا هو اللي يقدر يسيطر على هذا النوع من الانفعال، ما ينفلت على قولتهم، يقدر يسيطر عليه، يمسكه. يلا علمني. ويبدي انت قاعد تعلمني انا، مو الناس الحين دوري انا، الحين انا بتعلم منك. هذا تدريب. شفت المهارات العادية اللي نتعلمها من الدورات وغيرها؟ في مهارات فكرية، وفي مهارات سلوكية، وفي مهارات عاطفية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني واحد ما عنده قدرة على السيطرة ولا الصبر ولا الحلم، شو يسوي؟ لازم يتدرب عليه. شلون يتدرب عليه؟ من المواقف اليومية اللي تصير معه. يعني الحين أعطيك مثال بسيط بومشاري. أنت طالع من الدوام متعومس، مشكلة وحر ويدوب مكيف السيارة يلحق، شنو الحالة المزاجية اللي فيها هذا الإنسان؟ أسوأ شيء، سيئة، وايد سيئة. خليه يوصل له مسج ربحان 5000 دينار،
وبدز لي مسج الحين؟ ها؟ المخرج يدز لي الحين ابتسم ترى الحين ضحكت انا. اي اوكي شفت هذا المسج؟ اي ايش سوى في حالته الانفعاليه؟ اي عدلها غيرها أي. حالته المزاجيه غيرها صح. انزين شو اللي صار؟ صار هذا المثير الجديد المسج اللي وصل اعلى من المثيرات الحاليه اللي حواليه. نعم طيب هذا النوع من الافكار الان احنا نسميها كلها افكار او مستثيرات. هذه المثيرات كلها تغير من نمط الانسان من تفاعله من انفعاله من مزاجيته من افكاره لان احنا مربوطه افكارنا ترى بالاشياء كلها بشكل. زين انت تقول يعني مسج ونسني طيب شنو اللي يقدر يونسني غير المسج يعني هذا ما يصير عندنا. عندنا وايد اشياء. يلا قول لي. عندنا وايد اشياء ابو قول لي. احنا مثلا يعني نعمه الامان والاستقرار. صح والله العظيم دائما اقول لهم دائما يعني حر ولا زلزال؟ لا حر. حر طبعا شوف شلون؟ اوف ترجع البيت تلقى فونك عيالك تقعد ببيتك تتغدى مرتاح نعمه من الله. تخيل الدش ما تلاقي ولا شيء. لا لا نعمه من الله سبحانه والله. شو يعني احنا منين نعم كثيره هي صح طبعاً. اذا بتذكرهم بهالطريقه صح الناس كلها بتصير ايجابيه. احنا ليش ما نتذكرهم بهالطريقه؟ هي عشان بس تخليهم يتغلبون على البصمه. اوكي برافو عليك كمل. اقصد انه احنا طريقتنا شلون نبدي نتفاعل ونتعامل. لا كمل كمل معي وسعود كمل لا توقف كمل. انت قاعد تقول شلون يعني حر او زلزال تمام الدش تلقى عيالك تلقى بيتك تلقى اكلك تلقى الاكل بالضبط ترجع تلاقي مكيف يا اخي. صحيح انت راجع البيت مكانك في مكان امان مرتاح مستقر. انت لما تدخل البيت ترى ربع ساعه نص ساعه تلاقي حالتك المزاجيه اللي كانت سيئه صارت زينه. نعم تلاقي حالتك الانفعالي كنت معصب صرت هادي. صحيح تمام. الان لما انت تيجي تشوف وتفكر بهذه الطريقه احنا نسميها مدخلات. مدخلات الافكار هذه في عندك مدخلات خارجيه. طلعت من الدوام متعومس متهاوش صادتك الزحمه اوه تهاوش زياده طفت التكييف اوه وبنشرت السياره لا ما أوه. ما اعطيني فل اليوم فل اليوم ايه شوف هذه كلها عباره عن اشياء خارجيه خارج ارادتي صح لكن انا اقدر اتعامل معها بطريقه او باخرى. شلون؟ في احد القواعد النفسيه دائما يقول لك ان 90% من الاشياء اللي تصير حوالينا كظروف نستطيع نتعامل معها تقدر تتعامل معها. طيب 10% خارج ارادتك ما تقدر تسوي شيء. تمام تمام احنا 90% هذه لما تقول لي والله 90 والله وايد 90 اقول لك منو اللي يقدر يتعامل معها؟ اللي عنده القدره على التعامل اللي مدرب نفسه. اي هذا احنا نبيه. يعني واحد من الاخوان ساعه سالني قال لي انا عصب. تمام عصبي ترى يا جماعه ترى مو انا بس للعلم بس عشان يقول الله يحفظه ويذكره بالخير يخالف انا خذيته كمثال الان. قال لي عصبي يا اخي واسوي في بنتي كذا ولا اتعامل معها كذا ولا اتنرفز يا اخي. زين طيب هل الحل انك انت تتمارس هذه الامور على الاخرين علشان انت ترضي نفسك ولا لا الاصل انك انت تعدل من نفسك؟ اعدل نفسي بالضبط. فعشان اعدل من نفسي اول شيء لازم اتعلم. طيب لازم اعرف الخلل وين لازم اصلحه. اي اعرف المعلومه اعرف النو هاو اللي هي طريقه الاداء. شلون انا احول هذه المعلومه الى تطبيق؟ أوكي. انك تمارسها كل يوم. لو تمارس كل يوم من المعلومه اللي انت تعلمتها مثلا خلينا نقول اجل المشكله اللي في البيت عندك مع العيال مثلا أي. اجلها ساعه سهل كل واحد يقدر يسويها. اي يمكن اجل. اي اوكي لما انت تقول لي والله انا ما اقدر راح صح راح تلاقي شويه بغيت اقول لك انا ما اقدر بس قلت خليني اعطيك فرصه. لا 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 ما تقدر فعليا ما اقدر. أي. والاصل انك ما تقدر. اي يعني بحل المشكله بسرعه. انت تبي تحل المشكله بسرعه أي. لكن بتحلها باساس الحل يعني تحل المشكله باساسها ولا تبي تحلها لتوقيتها بس عشان تمشي الامور؟ هذا وهذا. طيب جزء من التوقيت وجزء من الاساس. تمام اذا التوقيت انا شنو حالتي الانفعاليه؟ اي انا جاي من دوام اي مالي خلق حر صح. ودرب وزحمه دشيت البيت عيالي متهاوشين على الايباد يبا اشوف الموضوع شوف كذا شوف كذا ايش راح اسوي؟ غضب كله ينزل راح اطلع. احنا نسميه تفريغ انفعالي. تفريغ انفعال صح. هذا التفريغ الانفعالي من العاطفه لانك انت ما عندك الكنترول ما تقدر تتحكم فيها فتبدي تعصب وتطلع اللي فيك كله علشان انت بتحل المشكله المؤقته الموجوده حاليا. ايه. فانت ضريت الاخرين لكن لما تيجي تشوف بعدها بعد ساعه ساعتين يحوشك ثاني بضمير تقول له والله انا ليش سويت كذي؟ هم صح والله صح صح؟ اي فاذا حاشك ثاني بالضمير يعني اعرف ان ادائك كان غلط. زين لو انا شفت الموضوع قلت لهم يا جماعه وين الايباد؟ اعطوني اياه. اي بعد ساعه او ساعتين تعالوا لي اثنينكم. روح حط راسك ونام برد على نفسك تغدى كيفك. لكن بعد ساعتين انت حالتك الانفعاليه ايش فيها؟ نزلت استقرت صح. مزاجك صار ستيبل تمام. الان لما تيجي تحل المشكله راح تحلها بعقلانيه تحلها باساسها وجذورها. هذا النبي صدق هذه الشغله ذكرتني اول ما بديت اشتغل كنت
اتراسل مع السفن حاملات النفط العملاقه. اي ما شاء الله. زين فكتبت تلكس وانا معصب. معصب يعني انت شلون نسيت تعبي بنزين في المكان الفلاني والحين هذا وما ادري شنو وما عندك كميات يعني اكل. كان يجيني المراقب كان يقول لي اول شيء تسويه ما تكتب شيء وانت معصب. صحيح. حق الناس الثانيين. كان اقول له حاضر، تحتوني موظف جديد فالناس قاعد تصقلك، فانت انا ذكرني بهالموقف قلت خليني اذكره حق الناس. الشيء الاخر تعرف شنو سوى فيني؟ قال لي باكر ابيك تروح ناقله النفط نفسها اللي انت دزيت حق كابتن السفينه هذا التلكس. فقلت له حاضر. رحت الصبح حق مينا الاحمدي وانا اقرب من الناقله قاعد اشوف حجم الناقله. ناقله نفط تشيل تقريبا 2000 ألف مليونين و500 ألف برميل نفط. فلما انت تي وتصير كبر النمله عند الناقله وتصعد الدرج عشان تروح تقابل الكابتن وتشوف الكابتن اللي انت دزيت له هذا التلكس، هذا كان اكبر تعليم حقي في بدايه حياتي العمليه. انه قال لي تعلمت، عرفت من قاعد تتكلم، عرفت حجم المشكله اللي انت سويتها. هذا كابتن مال علي البحار، انت داز له ايميل وانت معصب؟ لا لا دير بالك. فحبيت اشاركك بهذه القصه واشاركهم، لان فعلا جدا مهم ان انت توقف اي قرار تسويه مهما كان صعب تملكه بنفسك شويه. أجل. تخيل هذا المسؤول الان لو جايك وهو معصب وحمق عليك زياده، صح؟ شنو كانت رده فعلك؟ حمق زياده. طيب ما هذا، شوف هذه الاليه احنا نبيها. فلذلك احنا اذا نبي نحل مشكله لابد ان احنا نكون مستقرين انفعاليا، لان حل المشكله بالانفعال احنا قاعد نراضي نفسنا. اي وقاعد يعني نفرغ العاطفه اللي فينا او الانفعال اللي فينا على ترى ناس ما يستحقونها. صح. تمام. فلذلك لو نرجع حق بدايه الموضوع ان الاكتئاب والموسم والارتباط هذا كله ترى كله ارتباط شرطي. شلون يعني؟ شو يعني قصدك؟ لما تقول والله الصيف، انت الحين بالشتاء الحين جو بارد. اي زين. لما تقول والله جايك الصيف، الله سفر بحر. صح. تمام. وانت الحين بحالتك الوضع الحالي مزاجك مرتفع، نفسيتك حلوه. اي زين. لما يصير الشتاء اي ويصير غيم ماكو شمس، اقول حق الفرقه يعزفون نسم علينا الهواء هني. صح. مكانها مو مساعد. بالضبط. زين. شفت هذه الحاله الان انت فيها؟ أي. او الكلام اللي قلته، في غيرك يقعد في الصاله بالبيت. أي. حاطله الثرو مشغل له فيلم وما له خلق احد ولا يتكلم مع احد ولا يتواصل مع احد. ليش؟ الجو غيم برا. انا كذي اكتئب. اي في حالات وايد. اي وايد. انا واحد منهم. تكتئب بالشتاء؟ ما استمتع بالجو الغيم لما يطق مطر وغيم. أي. وكذي تلاقيني قاعد في البيت ما اطلع. مع ان الناس في ناس تروح يتغنون في هذا الجو. والعكس صحيح. تبي اعالجك؟ تبي اسوي يلا. فاقصد انها هي عمليه ارتباطيه، قد تكون صار لي موقف معين معاها. صحيح. قد يكون في حد مخوفني فيها مثلا، يمكن صوت المطر لما انا نايم والرعد والبرق والاجواء هذه احلى صوت ما خلتني انام. والله احلى صوت. طبعا هو احلى صوت بعد صوت عيالك. طبعا هذا ما في لا احلى صوت من عيالي، صوت امي. الله اي بعدين يعني. الله يحفظهم يا رب ويرحم من مات منهم. فالشاهد انها هي عمليه ارتباطيه، فاحنا هذا الارتباط لابد ان احنا نعالجه بطريقه معينه. طبعا لها اعراض وايد. انزين. في اعراض الطبيعيه اللي يحوشك مثلا، مالك خلق، مالك نفس، مثل ما تفقد الشهيه بالاكل. يعني مثلا طيب. واحد حران وبرا الجو حار، من الدش تقول مالي خلق اكل. طيب زين، انت تحب الشاي، تستمتع بالشاي، مزاجك يتعدل بالشاي، ادخل من برا الساعه 2 الظهر وتعال اعزمك على شاي، اتهاوش وياك. بالضبط. اي ليش؟ اي شاي حر وحر حر وحر. اي اي زين. فهي عمليه مربوطه ببعض، ففقد الشهيه، فقد العمل، الشغف، هذه كلها مربوطه بالاكتئاب الموسمي. شلون تعالجه يعني؟ شنو الطرق؟ في طرق كثيره، منها الامور البسيطه، خلينا نمشي فيها بدايه. الامور البسيطه هو انك انت تعدل نوعيه الافكار الموجوده في ذهن هذا الانسان. تمام؟ انك انت تبدا تربطها في شيء زين، تبدي تسوي له تجارب معينه، تبدي تسوي له انشطه معينه، تبدي تخلق له ذكريات طيبه. تمام؟ يعني لو نفترض انه طلع عائليه مع امه وابوه وعائلته وراحوا البر في وقت الشتاء وصارت ذكرى بالنسبه لهم، احتفاليه حلوه، فراح تصير هذه الذكرى مربوطه في موسم الشتاء. اي فكل ما يصير الشتاء نبدي نسوي هذه الفكره ونبدي نكملها مره ثانيه.
وفي ناس لا والله تحتاج الى ثيرابي، علاج، علاج نفسي، علاج نفسي، علاج نفسي. وفي ناس تحتاج علاج دوائي. هذه طبعا اذا زادت الحاله، يعني اذا دشينا ديب في موضوع الاكتئاب، في يعني بعض الحالات توصل لجنين. اي تفصل كثيره. طيب خلينا نوصل، خلينا نروح حق الحالات اللي ما تحتاج علاج لا نفسي ولا دوائي. احنا الحين في فتره الصيف، حلو، الحراره مرتفعه والشمس تحرك بدون شك، لكن الناس تتأفأف. هل هناك طريقه للتعايش بدون التذمر؟ اي في وايد، في وايد اشياء، وفي وايد ناس اصلا فتره الصيف ما تتأفف، ما تتحلطم، تتحلطم بالشكل الطبيعي. شوف ما في انسان بابو مشاري ما يتحلطم، اي ما في لكن شنو مستوى التحلطم اللي عنده؟ احنا غالب الناس في فتره الصيف نتكلم، من يدخل الساعه 2 الظهر او يدخل الدوام فتره الصبح، اي اول ما يجبل عليك شو يقول؟ تحلطم، يبدي مفتاح الزحمه الحر ما ادري شنو، قول له صباح الخير، يقول صباح الخير على شنو؟ صباح على شنو؟ حر، صباح الخير على شنو؟ لا بس انت فتحت موضوع جدا ممتاز اللي هو موضوع الدوام، لان اليوم تكلمنا فيه على الهواء واتصالات جت، قاعد الناس تشتكي تقول ان ما في مواقف، فاحنا نمشي بالحر عشان ندخل الدوام، فندخل بنفسيه تعبانه بالضبط. ولما نطلع من الدوام ونعبر الشارع ونروح حق سياراتنا، وناس وايد طلعت تكلمت عن اماكن معينه في وزارات الدوله، يقول انه حر يا اخي، يقول مو بذنبي، فادخل الدوام متسبح من صباح الله خير 7:30 يعني ببصم الدنيا حر، فيصير عندهم هذا التأفف. مو كيف ابو سعود، هو يصير عندهم التأفف، لكن لازم انا اقدر اسيطر على هذا الشيء. قول لي. انا لازم اسيطر عليه من اي ناحيه؟ إيه؟ اول شيء لصالحي انا، لي لذاتي، لفكري، إيه؟ لحياتي، لبرمجتي. نعم. اساسا ومزاجي، لان كثره التأفف وكثره التحلطم، إيه؟ تبدي تدخلنا في دوامه سلبيه احنا في غنى عنها. انزين، ناهيك على اني انا اتحلطم والقدام يتحلطم، فزادت دبل. إيه؟ انزين، هذه نقطه، هذه النقطه الثانيه. النقطه الثانيه ان انا لازم اربط لي شيء حلو او شيء انا احبه في المكان اللي انا رايح له، ولو أوكي. كانت في بينها فتره حر او فتره متعبه بالنسبه لي. صح، تمام. يعني مثلا انا ما احب الطياره مثلا، انا لا احب الطياره، استمتع، لكن مثال كرسي الطياره هذا ممر السعاده يا ابو سعود، ممر السعاده. لكن في ناس تخاف من المطبات، في ناس تخاف من التيك اوف، في ناس تخاف من اللاندنج. فانت لما تيجي تقول له والله احنا بنروح ترى اوكسفورد بنتمشى هناك، تمام، بنروح مثلا المكان الفلاني، بنروح تروح هناك ثاني، ما وصلت له، توصله، انا بوصله، ايه؟ وهو قاعد بمكانه، فيتحمل الفتره اللي هي البينيه ما بين اللحظه الحاليه واللحظه المستقبليه. ففي ناس وايد ابو مشاري يقول لك والله انا اداوم صدق حر من السياره للدوام مثل ما قلت، ايه؟ لكن لما اقعد مع فلان استانس. ما تربطها مثلا بالمعاش، اربطها بالراتب، اربطها بالمكان، اربطها بجو الاجواء المكان. زين، قد يكون مو كل مكان جوه حلو او مو كل مكان راتبه زين، لكن يبقى في هناك روابط انا احتاجها في حياتي. من يخلق هذه الروابط؟ انا، مو الاشياء. فلما اربطها مثلا قهوه، اسوي لي احب انا اسبريسو مثلا، تلاقي بهالحزه يلا اتحمل ليه الحزه عشان نشرب قهوه انا وياكم شعري. انزين، اربطها بشخص يونس، يضحك، يفرفش، يغير لك المود، تمام. ممكن اربطها في عمل، في ناس تحب عملها، تحب شغلها، فيبدي يربط يقول لك والله انا جاي اليوم، انا موظف جاي ابي اختم مراجعين، ابي اكسب هالدعوات، ابي اخلص، ابي انجز. في ناس عندها حب العمل او الشغف العمل الزايد هذا اللي وركهوليك على قولتهم، أيه. يحبون، أيه. يشتغلون، فتلاقي عنده هذا الشغف عالي، ممكن يسد عنه اي شيء ثاني. تعال هني ما تحط، بشط عنك شويه على جنب علشان اقول لك شنو صار لي انا لما تمشى في 360. اشوف ناس وايد اليوم قعدت مع متقاعدين، كان اسالهم قلت لهم شلونكم؟ شا يقول والله الحياه كثيفه. قلت لهم ليش؟ شا يقول التقاعد، يعني حسينا ان احنا خارج، يعني وكثير من المتقاعدين اللي قاعد يتابعونا راح يفهمون كلامي شنو يقول. انا يعني لما كان عندي شغل، كنت عندي سبب اقوم الصبح، الناس تتصل فيني، يقول الحين صارت حياتي خاليه. فانا اقول لهم دائما، اقول لهم بالعكس، الحين حياتك هي البدايه، انت الان حياتك امتلأت وناسه، تقدر انت تروح تسافر، تروح اماكن كثيره. قلت له انت قاعد في وقت الناس موظفين بالدوله قاعدين، وانت قاعدين عندنا. زين، فهذين الناس شلون تبدي
تزرع فيهم الروح الإيجابية؟ شوف المتقاعدين عسى ربي يحفظهم يبارك فيهم ويطول بأعمارهم، هم اعتادوا على سيستم معين طول عمرهم. نعم. روتين احنا نسميه. هذا الروتين اذا انسحب مره واحده صدمه، يحس انها صدمه فاضيه، انا ما عندي شيء خلاص. اي فيحس هني يدخل في مرحله برود اكتئاب. برود ثم اكتئاب. اكتئاب تمام. الاكتئاب انه يقعد في البيت ما يطلع، ما له خلق يروح مكان. اي ما عنده شيء يسوي. طيب فالشاهد انه مرحله التقاعد هذه انا لازم اكون مرتب لها، مخطط لها اصلا، هو الاصل. نعم. لأن هي مثل ما قلت هي بداية حياة جديدة الآن، فهذه الحياة لازم أنا أكون مرتب لها خطة إلى آخره. لكن علشان أنا أبدي أثقف وأدخل الإيجابية على قولتهم في في ذهنهم، لازم الحين أطلع لهم أنشطة، أطلع لهم أفكار، أسوي لها. يعني مثلا إحنا دائما ننصح المتقاعدين نقول له والله افتح لك بزنس. صح. افتح بزنس، اشتغل. صح. اشتغل أو اشتغل في قطاع خاص. قطاع خاص. إيه صح. اشتغل بعد مكافآت. صحيح. اشغل نفسك. شوف طول ما أن الإنسان بني آدم بشكل عام بمشاري، إذا الإنسان ما أشغل نفسه. نعم. اشغلته نفسه. أوكي. إذا ما أشغل نفسه. اشغلته نفسه. صح. فتلاقي يقعد يأكل بنفسه إذا ما عنده شيء. إيه. عشان كذي أبو سعود أنا وجهت نداء حق وزارة التربية، أول وزارة فكرت فيها التربية. قلت لهم يجيبوا المتقاعدين ما يخالف اللي توم تقاعدوا. يعني أقول له والله أبيك تدرس حصتين بالأسبوع مدوام، تعال درس لي حصتين، شنو النقص اللي موجود عندك؟ تربية إسلامية، عربية، رياضيات، كيمياء، راح تلقى فيهم كوادر كثيرة مستعدين يجون يتعاملون معك على بند مكافآت، لكن يسدون لك النقص الكبير هذا كله، لكن دون دوام أي أدرس هالمواد وامشي. استغلال المتقاعدين أو يعني أن أنا أخذ الطاقة الموجودة عندهم والخبرة الكبيرة الموجودة عندهم راح يقلل لهم سالفة الاكتئاب، لأنه راح يوديهم أماكن عمل وهم تعودوا عليها وحبوها. إنزين، لا مو كلكم حبيتوها أدري بعضكم. إنزين الناس تبي تقعد في البيت، بس أفضل من قعدة البيت طبعا. ونفس الشيء وزارة التجارة، وجهت حق وزير التجارة نفس الكلام، أخذهم لأن تلقاهم هم أصلا أكثر ناس تراقب الأسعار هم، فبالتالي يقدرون يقولوا لك شنو الأخطاء الموجودة في الجمعيات كلها التعاونية هم يقدرون. صدقت. وزارة الشؤون صدقت. خلنا أقول لك نقطة مهمة هني ومشاري، خلنا نوظفها عن ناحية الأسرة. يلا. تمام. المتقاعد وناحية الأسرة، اليوم الأبو الأب والأم لما يكون عندهم عيال صغار منو اللي يطلعهم يونسهم يوديهم ويلعبهم ويشتري لهم منو؟ أي. الأم والأبو يودون العيال. صحيح. لما يوصل سن الأب والأم إلى سن التقاعد، أي. العيال شنو؟ كبروا. إيه. الحين دوركم يا عيال انكم انتوا تعكسون الاليه، تاخذونه وتودونه، اي تمشونه، تدخلونه مكان سينما، يعني انتوا لازم تسوون هذا الشيء ولو كان هو ما يبي. هو يبي من داخله. ما يخاف اصورك فيديو وانت تقول كذي ادزه حق عيالي؟ يا الله بعد كلها كاشتين فيني قاعدين بالبيت شنو ابي جوره. اي ما شاء الله يحفظك. الشاهد انه في وسائل كثيره، مرات تكون وسائل داخلية من داخل نفس الإنسان، ينشغل بنادي، ينشغل ببزنس، ينشغل بوظيفة مثل ما تفضلت، هو من نفسه حاب العمل، أو ممكن لا والله طرف مساعد، وهذا الطرف المساعد ممكن أصدقاء، ممكن يكونون أهل، ممكن يكون العيال وغيرها من هذه السلسلة. وسعود مشكور وايد، طاف الوقت بسرعة وياك، ويبي لنا لقاء ثاني نسولف أكثر وأكثر وأنا معك إن شاء الله. اللقاء الثاني حين دشينا من الاكتئاب النفسي بوديكم على اكتئاب الأكل، فخلكم معاي مع هديل المطوع راح تكون معاي بعد شوي ونسولف عن سالفة الأكل وشنو تسوي فيكم، راح تستانسون على اللقاء. خلكم معنا في الكويت.